طيب الانتخابات الرئاسية حاليا انطلقت حملات بتدعم ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، إيه موقف حزب النور، إيه موقف الدعوة السلفية بشكل عام؟ والله إحنا سبق أن قلنا إن الفريق السيسي لو ترك منصبه العسكري هيبقى من حقه كمواطن مصري إنه هو يترشح. ما ده مش اكتشاف، ده كل الناس عارفة. أنا عارف، أنا بقول موقفنا. لا، إن البعض قد يرى إن هو ليس يعني له أي حقية في ذلك وقد فعل ما فعل. ماذا فعل؟ اللي هو بيتهموه إن هو قاتل وخاين ونحو ذلك. وأنتوا شايفينه إزاي؟ لا، أنا لا أراه ذلك. لكن القضية بالنسبة لنا، أنا قلت إن في أشياء لابد إن يتم تحقيق فيها، وقد يكون هو قادر على منع بعض الأمور، لكن التقارير اللي طالعة كانت ما يكفيش إنه يعتمد عليها أيام ما كان هو والحكومة كلها، إنه هو جزء من الحكومة اللي اتخذت القرار. لكن عموما إحنا بنقول موقفنا في قضية الرئاسة إنه هو بعد ما يتم إغلاق الباب، باب الترشح، هنحسم أمرنا في المقارنة بالنسبي وليس بالمطلق، مين أفضل واحد لمصر في هذا التوقيت. طيب، من ضمن الأسماء المرشحة أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللي أنتوا دعمتوه في الانتخابات الماضية، هل سيتكرر نفس الشيء؟ هل ممكن نظريا أنه يتكرر؟ أنا أظن أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أعقل من أن يترشح في هذا التوقيت. وآخر إيه اللي يمنعه؟ التجربة السنة اللي من قبل 30/6، من 30/6 ل 30/6 تجربة مؤلمة جدا للشعب المصري، ما كانش فيها نجاح. هو هيحسب شاء أم أبى على مدرسة الإخوان، على جماعة الإخوان. يعني مرشح الإخوان لو ترشح؟ وأنا ما ظنش يعني، ولكن سيحسب كذلك، إن العلاقات اللي بينه وبين قيادة الإخوان الحالية لا تسمح، لأنه المدرسة مختلفة عن القيادة. طيب.